ايه ده بقى؟ انت خارج من امبارح الصبح جاي لي النهارده 7 الصبح؟ الله 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 الله، ده اسمه ايه ده بقى وحش الكون؟ هو انا يعني ممنوعه اسال يعني؟ على فكره مش بحاسبك، ولو انت شايفني انا غلطانه انا اسفه ان انا اهتميت. استني بس، ادي دنيتك وحش الكون. ايه ده؟ المشوار اللي انا كنت فيه امبارح ده ممكن يبقى بدايه حياه جديده بالنسبه لك. ازاي يعني؟ يعني في خلال يومين ممكن تلاقي نفسك عند عبد تيمور بتطلقي. انت بتحرك صح؟ طب والنبي قول لي كل حاجه، انا مش فاهم حاجه. قبل ما احكي واقول لازم اطمن من حاجه. ايه هي؟ لما تطلقي وتملكي حريتك هتعملي معايا ايه؟ نعم يا اخويا؟ هو انا لما اطلق انت مش هتتجوزني؟ ايه؟ ايه ايه؟ طب ورحمة النبي ما مصدق الكلمة؟ عيديها تاني كده؟ عيد ايه؟ هو انا كده يعني بدبسك وايه بقى عمال سكتي سكتك وعلى الله حكايتنا؟ وجاي تسألني دلوقتي لما اطلق هعمل ايه؟ طب اهدى اهدى اهدي بقى. يعني انت ممكن تقبلي انك تتجوزي العبد لله؟ هو انت يعني مش هتبطل شغلانتك دي وتتوب وتبقى راجل تاني؟ الراجل اللي انت عايزاه يتوب ده هو ذاته الراجل اللي وقف جنبك من ساعة ما عرفك وساعدك وحماكي ودلوقتي بيطلقك من جوزك. خلينا بس نخلص اللي ورانا وبعد كده نشوف القصة دي. الحكاية دي لازم تتم بسرعة وبنظام، أي غلطة ممكن تبوظ العملية كلها. حد عنده سؤال؟ في يا غديوي، هو احنا ليه ما بنمدش ايدينا على الحاجة دي؟ يعني ليه نسيبها له؟ يا رجالة، وأنا مش اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت إن البضاعة دي هتوصل لأصحابها؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت يا غديوي. جمال وإيهاب قاريني ولا إيه؟ تمام يا كبير. تمام يا كبير. بس على كده. على امال انت يا جدع انت كلامي بيجي عندك وبيقلب هندي ليه؟ انا ما اقصدش يا غديوي، انا بس عايز اعرف احنا مش هنمد ايدينا على البضاعه دي ليه؟ عشان البضاعه دي ما تخصناش، عشان البضاعه دي لها اصحاب وهتوصل لهم، وانا قلت الكلام ده قبل كده. بعد ما نخلص لقطتنا ونمرتنا توصل لاصحابها. احنا بنعمل كارت تهديد، خرطوش في الفاضي. وصلت؟ تمام يا غديوي. بطل طمع، عرقك وهتاخده. يلا جهزوا حالكم يلا. على الله حكايتك يا حال. مرحبا ده صعب على خدمه بس قلبه حلو وذكي. طب بقول لك ايه؟ الواد ميزه بيتصل بيا ليل ونهار وهيتجنن. لا سيبك منه مش فايق له. بعدين انا ما اشتريتش قصه ان العربيه اللي كانت قطرانه بتاعت حوار مفاتن ده. وغلطك ولا انا؟ انت بسمع مين؟ موضوع عبد تيمور ده لازم يخلصه بسرعه. انا هعتمد عليك. خلص انا صاحبي بشياكه. ودي 5 عربيات محملين اهو اهو. لا 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 لا، ده الرجاله جايين محملين بقى، الرجاله جايه ببركتها اهو. تفتكر هيعمل ايه؟ انا اعرف دلوقتي.
ما بيردش. طب وبعدين؟ بقول لك ايه؟ انت مش قلتي سكتي هي سكتك؟ ايوه. قلبك جامد؟ انت ناسي اول مره شفتني فيها؟ عايز تهزق راجل؟ خلاص يا وحش الكون، على الله حكايتك. اسمها على الله حكايتنا. وايه دي؟ دي ايه يعني؟ ليه دي؟ دي ليه؟ أنا عايزك تزود إعلانات الحديد شوية، فاهمني؟ وبعدين تنزل على المحطة بتاعتنا، القناة بتاعتنا دي هتبتدي إمتى؟ بدل ما تبقاش تجريب يا باشا، أنا منسق مع دكتور فؤاد كل حاجة. دكتور فؤاد ده بتقل دم أهله راخر وبس تجريبي وليلة، أما نشوف. مفيش أخبار عن أختك؟ مفيش يا باشا. ساعتك تقدر تعتبرنا اتبرينا منها. ساعتك لو رفعت ايدك من عليها ولقيناها هنذبحها. تذبح مرات عابد تيمور؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف يا باشا، ما اقصدش، انا اقصد غزل اختي اللي ربتها وكبرتها على ايدي انا وابويا. ما كنتش اتخيل انها ممكن تعمل فينا كده وتوصلنا لكده ابدا. في حاجه يا باشا ولا ايه؟ ايه ده؟ انتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ نعمل ايه بقى في عدم سمعان الكلام؟ اديتك مهلة وخلصت من زمن. مهلة؟ ايه الثقة والجرأة دي؟ لو مصدق نفسك يا ابني. وانت كمان هتصدق. هنشوف. ايه يا مدام؟ ده انا قلت انك كبرتي وعقلتي وراجعه. ارجع لك امتى؟ انت عمرك ما هتطولني تاني الا بموت. الله، لا الثقه والجرأه دول الظاهر وباء ومتفشي، بس الفضول واكلني اعرف السبب الحقيقه. بس سيبك من الشبوره الكدابه اللي انت عاملها دي، وفضلي المكان عشان اللي هقوله ما ينفعش حد يسمعه. لا يا اخويا اتكلم على طول، مفيش حد غريب. عماد اخو المدام ما تعرفوش؟ انت بقى عماد؟ وعمده بقى يعلم انت كنت بتعمل ايه في روما. طيب يا عماد لو سمحت سيبنا لوحدنا شويه، واقفل الباب ما تخش حد يخش علينا. تحت امرك يا باشا. اتفضل.